الكتاب بيناقش فكرة إن كونك فقير أو غني ده سببه هو أفكارك وسلوكك، مش مقدار ما تمتلكه من المال. كل حقائق بسيطة وبديهية بتغيب عن ذهن الناس في الحياة. عمر وفادي طفلين في المدرسة، زملائهم معاهم آخر الألعاب وأحدث التليفونات، عكسهم تماما. الاتنين جمعهم حاجة واحدة، عايزين يبقوا أغنياء زي زملائهم. كل واحد فيهم هيروح يسأل أبوه إزاي أبقى غني. أبائهم الاتنين واحد فقير واحد غني. الفقر والغنى هنا مش معناه معاه كام، لا، معناه فقير أو غني في طريقة تفكيره. الأب الفقير هينصح ابنه إنه يذاكر كويس علشان يلاقي شغلانة كويسة، الأب الغني هينصح ابنه إنه يذاكر كويس علشان يمتلك شركة كويسة. الفقير شايف إن حب المال سبب كل المصايب، الغني شايف إن نقص المال هو اللي سبب كل المصايب. الفقير هينصح ابنه إنه يتسلق السلم الوظيفي، الغني هينصح ابنه إنه يمتلك السلم كله. الفقير لما بيواجه تحدي بيقول أنا مقدرش، الغني لما بيواجه تحدي بيقول إزاي هقدر. الفقير بيخاف من المخاطرة وبينصح بالبقاء في الأمان، الغني بيشجع التعامل مع الأخطار المحتملة عشان نتعلم. الفقير هيعلمك ازاي تكتب سيرة ذاتية ممتازة علشان تلاقي شغل، الغني هيعلمك ازاي تعمل دراسة جدوى ممتازة لمشروعك الجديد. سبب غنى الأغنياء وفقر الفقراء ان مادة المال ما بنتعلمهاش بشكل أكاديمي في المدارس، لكن بنتعلمها في البيت، والمحصلة ان احنا بنكرر اللي بيعمله آبائنا وما بنفرقش مكاننا. واحد، وهم الوظيفة الآمنة، عبودية الوظيفة. الاعتماد على الوظيفة فقط خطر جدا، لازم تتعامل معاها على انها مرحلة قصيرة الأجل، عكس ما آبائنا بيحاولوا يزرعوا في عقولنا بغير وعي انها الملاذ الامن والحصن المنيع ضد مفاجات الزمن. استاذ سيد شغال في شركه من وهو شاب، شاف الشركه بتنجح وتكبر قدامه، مجهود استاذ سيد كله بيتحول للربح لصاحب الشركه، وهو ما بيستفادش من مجهوده بحاجه. هو مهما ترقى ونجح في عمله هيجي اليوم اللي هيبقى فيه عجوز بدون فايده، ولازم يتغير وهيبقى عالة على الشركه اللي هتستناه يطلع على المعاش علشان تضخ دماء جديده. العبد ذو الاجر الكبير بيبقى عبدا في نهايه الامر. الامان الوحيد هو شغلك الخاص، شركتك الخاصة الناجحة، وظيفتك ديت ممكن تدفع فواتيرك، إيجارك وكده يعني، لكن شغلك الخاص هو اللي ممكن يخليك تبقى غني. لو ذاكرت كويس واشتغلت شغلانة كويسة، ده مش كفاية انه يخرجك بره متاهة الفقر زي ما الكاتب بيسميها. مديرك هيزداد غنى وهياخد الفضل كله من ورا شغلك. انا ما بقولكش دلوقتي روح قدم استقالتك من وظيفتك، لا، حافظ عليها، لكن اهتم بأعمالك الخاصة واطلع بره منطقة راحتك. ابدأ مشروعك الخاص، حتى لو خسرت هتقدر تتعافى من خسارتك وهتنجح في المشروع اللي بعده. ولما توصل لمرحلة ان دخلك من مشروعك الخاص يبقى أكبر من دخلك من وظيفتك، ساعتها قدم استقالتك وتفرغ لمشروعك. 2، الأصول والخصوم. كل حاجة انت بتمتلكها يا إما بتخليك أغنى الأصول أو بتخليك أفقر الخصوم. الأصول كل شيء يأتي بالمال اللي جايبك، أرض، مباني، أسهم، ذهب. الخصوم كل شيء ينقص المال من جايبك، قروض، أقساط. البيت مثلا من الأصول بالنسبة لصاحب بيدخله فلوس، وبالنسبة للمستأجر يعتبر من الخصوم بينقص منه فلوس. علشان تبقى غني لازم تعرف تفرق بين الأصول والخصوم وتجمع أكبر أصول ممكنة وأقل خصوم ممكنة. 3، لا تعمل من أجل المال، اجعل المال يعمل من أجلك. الأغنياء لا يعملون من أجل المال، المال هو الذي يعمل من أجله. أحمد شغال مبرمج كمبيوتر في شركة كبيرة وبيقبض مرتب كويس، هو عايز يبقى غني فهيشتغل شغلانة تانية بعد الظهر في شركة تانية. المشكلة هنا إن الفلوس الأكتر مش هتحل مشكلته، عمره ما هيبقى غني بالدخل المباشر. انا لو ضعفت لك مرتبك 3 اضعاف بنسبه كبيره مصاريفك هتضاعف 3 اضعاف برضه، وهتبقى هي هيها نفس المحصله. احمد الافضل انه جنب شغله يخلي الفلوس تعمل من اجله. ممكن مثلا بعد دراسه السوق كويس يبني برنامج اداره وحسابات للمحلات، بعد الشغل الاساسي يعرضه للبيع ويكلم عنه المحلات، وبعد ما يبيع 10 نسخ بنفسه يجيب مندوبين تسويق يعرضوه على محلات اكتر، وهكذا. كده احمد هيخلي الفلوس هي اللي تعمل من اجله بعد ما كان في الاول هو اللي بيعمل من اجلها. النهارده احمد نايم في بيتهم والفلوس بتشتغل عنده، المندوبين بيعرضوا برنامجه والمحلات بتشتريها منهم ورصيده عمال بيكبر. دخلك المباشر عمره ما يخليك تبقى مليونير الا لو انت مرتبك الشهري كبير جدا، ممثل مثلا، لاعب كوره، او حتى رقاصه. القاعده بسيطه جدا، شوف طريقه دخل من اعمال ما بتتطلبش وجودك وكررها الاف المرات. 4، افشل بشجاعه. عدم اخذك المخاطرات هو مخاطره بحد ذاته، انك تقضي حياتك كلها في خيارات امنه فقط ده اكبر مخاطره. الذكاء لوحده عمره ما يخليك تبقى غني، لازم أن تكون الشجاعه معاه. انك تستنى الفرصه الثمينه انها تاتي ليك عشان تبدا عملك هياخرك جدا. طريقه البحث عن الفرص الثمينه معروفه، هي التجربه والمخاطره، ده اللي بيعمله الاغنياء. الاغنياء بيخاطروا، بيكسبوا ويخسروا، وهي دي الطريقه الوحيده عشان تنضم ليهم. ادرس المجال كويس وخليك شجاع، حاول، هتخسر وهتكسب، بس بعد فترة هتتعلم ازاي تفرق بين الفرص الحقيقية اللي هتكسبك وهتكررها والفرص اللي هتخسرك وهتتجاهلها.
كل الناس بصورة فطرية بتخاف على فلوسها وممتلكاتها، الخوف شيء طبيعي، لكن اللي بيفرق بين الغني والفقير هو طريقة التعامل مع الخوف. الكاتب بيقول إن كل الأغنياء اللي يعرفهم خسروا قبل كده في حياتهم أكتر من مرة، لكن في فقراء كتير هو يعرفهم ما خسروش قبل كده ولا مرة. ما تحرمش نفسك من النجاح عشان خوفك من الخسارة.